واحد من اللاعبين المميزين جدا في الدوري المصري، واحد من اللعيبة الواعدين جدا في الدوري المصري، سواء كان مع النادي الأهلي أو الآن مع نادي سموحة معارم من النادي الأهلي، هو المدافع محمد مغربي. اسم كثيرا تردد حول عودته للنادي الأهلي، استمراره مع سموحة، خرج فترة مؤقتة للاحتراف في تشيك، لاعب كبير في المنتخب الأولمبي، يعني فترة قصيرة في مشواره الكروي لكن فيها تحركات كثيرة جدا. كابتن محمد مغربي معايا عبر الهاتف الآن. يا كابتن محمد، منور الدنيا. كابتن كريم بنورك، مبسوط طبعا ان انا موجود مع حضرتك، يعني حاجه تشرفني. ده شرف كبير ليا. قول لي بصراحه كده اول سؤال وبشكل مباشر قبل ما نخش بقى في تفاصيل كثيره، انت مكمل مع سموحه ولا ستعود للنادي الاهلي؟ لا لا لا، ان شاء الله، يعني انا مكمل مع سموحه لحد دلوقتي، ما فيش جديد، يعني ما حصلش اي جديد، انا مكمل عقدي مع نادي سموحه سنه ونص بس. يعني طبعا في كلام بيحصل، بس انا يعني ما كله كلام، يعني في الاخر انا يعني مش كلام ليه علاقه بيا انا، فال يعني الحاجات الحقيقه يعني ان انا مكمل ان شاء الله مع نادي سموحه. كلام تقصد كلام اللي هو ممكن ترجع ممكن ما ترجعش، لسه بنشوف. كلام بيتردد على السوشيال ميديا بس. يعني انا لا اقصد ان انا يعني ككلام معايا انا ما فيش حاجه، فانا لحد دلوقتي لا، يعني ان شاء الله مكمل مع نادي سموحه، وانا يعني مبسوط بكده. طبعا اي لعيب بيبقى نفسه، انا طالع في الاول في الاخر اقعد عشان فتره اثبت نفسي واتطور ان انا ارجع للنادي الاهلي، بس في الاخر انا مرتاح مع في نادي سموحه مع كابتن احمد سامي ومع الحاج فرج عامر، يعني الدنيا ماشيه كويس ومستقره، والحمد لله بشارك بشكل كويس، والفرقه اللعيبه مساعده، والدنيا يعني ماشيه كويس الحمد لله. فيعني انا مبسوط ومرتاح، ويعني حتى انا يعني مش يعني انا حابب ان انا اكمل التجربه لحد الاخر. يعني انت اللي انا فاهمه من كلامك اللي بين قوسين كده، انا دلوقتي بشارك مع سموحه بشكل اساسي وبثبت اقدامي اكتر واكتر في المباريات، لو الاهلي عايزني برضو مش هتبقى حابب ترجع برضو تقعد على الدكه او تبقى غايب، انت عايز ترجع وانت 100% جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي اساسيا. انا كده يعني فهمت صح اللي بين السطور؟ لا يعني هي مش كده، هي يعني جزء صح وجزء برضو. طب قولي. مش يعني مش ده قصدي بالظبط، يعني قولي. انا كده كده اكيد نفسي ارجع النادي الاهلي اكيد، بس يعني لحد دلوقتي انا شايف طالما انا في الاول في الاخر كل تطور بيحصل هو من مصلحه اللي هو من مصلحتي من مصلحه النادي الاهلي ان انا ارجع واقف على رجلي اكتر. صح. فانا شايف اكيد ان انا لسه محتاج ازداد خبره، اخد خبرات طول ما انا رجلي في الملعب. موضوع الرجوع للنادي الاهلي لو حصل طبعا انا اكيد يعني مستحيل حد يتعرض عليه يرجع النادي الاهلي ويرفض، يعني اكيد حاجه مستحيله، ده حلم اي لعيب في مصر بالتأكيد. بس ساعتها طبعا لو ده حصل يبقى انا ساعتها لازم احارب على مكاني، اشتغل اكتر. بس اللي اقصده في الوضع الحالي انا يعني راضي ومبسوط بالتجربه مع سموحه، فيعني حابب ان انا اكملها، مش هطلب ان انا اقطع الاعاره او حاجه زي كده. طيب انت لاعب كنت عندك تجربه احتراف اوروبيه قصيره، هل بتفكر او هل بتشوف او هل بتدور او هل في اصلا عروض ليك مره اخرى انك تطلع، وانت من اللاعبين اللي احنا بنقول دايما لعيبه واعده جدا وان شاء الله يبقى ليها مستقبل كبير في اوروبا، هل في خطوه قريبه، خطوه دلوقتي او خطوه حتى بعد 6 شهور او بعد موسم؟ يعني هو ما فيش حاجه انا مرتب لها طبعا، يعني ما فيش حاجه لحد دلوقتي ظاهره، بس اكيد انا نفسي تكون في خطوه ليا للاحتراف بس من خلال النادي الاهلي. بس طبعا يعني انا واخد الموضوع زي ما حضرتك قلت، يعني خطوه خطوه، مش عايز اسبق الاحداث. دلوقتي انا هدفي ان انا اخد يعني ان انا ارجع للاهلي واثبت نفسي والعب، وبعدها من خلال ان شاء الله اللي انا هحققه مع نادي اهلي اكيد هيبقى نفسي ان انا يجي لي عروض، انا برضه اخد تجربه اوروبيه بس تليق يعني اللي انا اقصده ان هي تليق بالنادي الاهلي، يعني بما معناه ان هو يجي لي عرض مناسب طبعا، ما تبقاش نادي طبعا، يعني نادي اهلي نادي كبير، فلما اجي اروح لازم برضه اروح على حته كويسه. صحيح صحيح. المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي انجاز محترم جدا، صعود الاولمبيات للمره الثانيه على التوالي، وبدانا نسال من دلوقتي ان شاء الله نقدر نعمل ايه في الاولمبيات اللي جايه، الحاله بتاعت المنتخب حاله حلوه، شايفين منتخب محترم، شايفين جهاز فني محترم، نقدر نطمح ويبقى عندنا امال كبيره في الاولمبيات القادمه؟ طبعا يعني انا واثق في المنتخب، واثق في اللعيبه كلها، ويعني طبعا يعني مش محتاج اقول الجهاز الفني، يعني الجهاز الفني موجود على اعلى مستوى، سواء كان مستر ميكالي او كابتن شيتوس او يعني اي حد موجود في الجهاز الفني، هم كلهم يعني على اعلى مستوى، يعني سواء المصريين او الاجانب، فدي طبعا مساعده اللعيبه، يعني نقدر نقول ان في لعيبه كتير قوي عن بدايه التجمعات لاخرها حصل تطور في مستواها. كلعيبه اثناء امكانيات يعني ممكن تكون
زي ما الناس بتقول كتير بيتردد ان اللعيبه مش اسامي معروفه زي المنتخب اللي قبلينا، بس ده بسبب الظروف اللي الجيل بتاعنا مر بيها. صحيح صحيح. يعني احنا حتى منتخب الشباب ما لعبناهوش بسبب ظروف كورونا مع كابتن ربيع ياسين والحاجات دي، بس في الاول وفي الاخر ده اخرنا في الظهور، بس في الاخر برضو الامكانيات موجوده وده اكيد ظهر يعني في الماتشات اللي احنا لعبناها. فلا ان شاء الله نقدر، يعني احنا هدفنا الاساسي ان احنا ان شاء الله نجيب ميداليه في الاولمبياد. صحيح. واحد من ابناء النادي الاهلي واحد من شباب النادي الاهلي، عشت ايام كبيره ورائعه مع النادي الاهلي، تعود قريبا ان شاء الله كمان وتكمل مشوارك مع النادي الاهلي. لو قلت لك تنصح امام عاشور اللاعب الذي يرتدي قميص النادي الاهلي لاول مره وهو يدخل للنادي الاهلي لاول مره تقول له ايه؟ لا يعني ما اكيد مش انا، يعني طبعا امام لعيب كبير يعني انا مش محتاج انصحه، هو مش محتاج نصيحتي، هو اكيد عارف واكيد النادي الاهلي الناس نصحوه كتير، يعني هو بس يعني يلعب في الاول وفي الاخر يعني ده لعيب كوره اللي هو ركز ان شاء الله وربنا يكرمه، ويعني هو اكيد هيبقى اضافه كبيره قوي للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن محمد مغربي لاعب النادي الاهلي المعار الى سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.